مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا، الله يحييكم الله وينفع بكم ويجعلكم مباركين. امين امين. اخر العهد بك الحج يا شيخ سعد، وان شاء الله باذن الله تعالى نحج من جديد مره اخرى. الله يحفظك ويبارك فيك. ذكريات جميله ما ننساها. الله يحفظك. خلوقين ما شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك طول عمرك. شيخنا اليوم حقيقه كنا نتكلم عن موضوع ان الانسان ربما يبحث عن انجازات كبيره يريد ان يحققها، واهداف عميقه من دراسه، من مال، من بيت، من مسكن، حتى الانجازات العظيمه التي يعني تحقق الاجر في الاخره، وايضا ربما في الدنيا يراها راي العين، لكن ربما يغفل عن انجازات بسيطه ربما يشاهدها في يومه، النعم التي انعم الله عز وجل بها عليه، الاكل، الامان، اللباس، عطاء الناس، انجاز في تربيته على كتف مكسور، لملمة جرح محزون، كفالة يتيم، في انجازات صغيرة ربما نحن لا نشعر بها وهي عظيمة عند الله عز وجل، وهي السبيل للوصول الى رضاه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه. حقيقة مثل ما ذكرت عبد الله، الانجازات كثيرة ومتشعبة، لكن أنا حقيقة اخترت بعض الإنجازات النوعية. أنا في ظني أن أعظم إنجاز يعني بعد التوحيد وقيام أركان الإسلام، الإنجاز اللي خارج إطار النفس يسمى العمل المتعدي، أن يكون لك وقف، لكن ليس وقف خرساني ومباني، إنما وقف إنساني، أن توقف ناس تربيهم على يدك. يا سلام. لذلك الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المنال الأفضلية تكلم عن هذا المصطلح باللغة الغربية، سماها المعجم الأوروبي الأبوة الروحية، وسماها المعجم الفرنسي الرضاعة المعنوية. قال احنا بحاجة لهذه الأبوة الروحية، اللي يعني اللي رباه روحا، والديه ربوه جسدا، يا سلام، وتركوه والتقطه بعض الموفقين وربوه معنا وقيما وأخلاقا. والرضاعة المعنوية عند المعجم الفرنسي يعني رضع المبادئ والقيم. يا سلام. عندنا في الإسلام يا أخي المربي، الشيخ، الأستاذ، فبإمكانك من خلال المدرسة، من خلال المسجد، من خلال الجيران، من خلال العلاقات، أن فعلا تربي الناس بسمتك، بدلك، بتوجيهك، بحيث يكون فعلا يعني وقف لك، ربيتهم أنت. الوالدين ربما أهملوا، ربما ما انتبهوا، ربما هم أصلا يفتقدون للتربية لذواتهم، فيأتي هذا المربي ويشعر بواجبه ويحنو على الناس ويتواصل معهم ويربيهم. هذا حقيقة أعظم وقف لك. لذلك الصحابة هم تربية الرسول والتابعون عكاس الصحابة. ابن القيم خرج من عباءة من؟ ابن تيمية، ابن كثير، الذهبي، المزي، كل هؤلاء خرجوا من عباءة ابن تيمية رحمه الله، من عباءة من رباهم التربية المعنوية. اي نعم. ابن إبراهيم خرج منها ابن باز. شفت كيف تناشر العلماء؟ صحيح. بعض الناس يقول يا اخي ما عندي قدره يا اخي اني احتوي الناس في المجتمع. احتوي اسرتك، ربهم، اجعلهم فعلا شامات في الناس، اجعلهم قامات بهدايتهم، بانجازاتهم الدنيويه، بشهاداتهم، بخلقهم، باثرهم في المجتمع. هذا امر. نعم. الثبات بعض الاحيان امام عصير الفتن انجاز. يعني كون الانسان مثلا يثبت امام الشبهات والشهوات واللمز والهمز والتنقص والتعليق ويثبت امام الحق. اليوم مثلا نزلت حتى في تويتر، تواصل معي احد الشباب بعد صلاه العصر يقول من سنوات ما اصلي ولا اصوم. عجيب. من سنوات، لاحظ، سنوات عجاب، يعني ما يعرف صلاه ولا طهاره ولا. فقلت يعني الحمد لله، اولا ان الله سبحانه وتعالى ابقاك الى ان يخرج هذا النفس منك. صحيح. كونك الان تتوب الى الله قبل ان يلتقي معك ملك الموت، هذا يعتبر توفيق من الله عز وجل وانجاز يسجل لك أنك آمنت قبل أن يأتيك الأجل. فثباتك على الصلاة والتوحيد وكل ما يأمرك به الشارع الحكيم هو إنجاز كبير جدا. وهؤلاء أولي الأيدي والأبصار، أصحاب بصيرة، راسخون في الحق، هذا ثبات. في أمور الدنيا مثلا، اليوم يتواصل نفس الشيء، واحد يقول أن الوالدة لا تعذب، هذا إسرار الناس لكن ما حد يدري، هذا كلام عام. نعم. يقول الوالدة الآن طفع عنها الكهرب فاتورة 6000. طيب أنت يا أيها الرجل، يا ولي الأسرة، ألا أما تأخذ من توجيه رسول الله لك نبراس؟ يقول رسول أن تدع ورثتك أغنياء، صاير أن تدعهم وعالة تكففون الناس، خطط لدنياك. بعض الناس يعني مع الأسف ما ليش أقول أحمق أو أبدا، يأكل ويشرب ما كان يعني فيه التخطيط ولا كان فيه ادخار ولا كان فيه
أفهم واحد إنسان مسحوق، إمكانياته ضعيفة الذهنية، إمكانياته الوظيفية، يعني هذه قدره، يعني فقير. لكن إنسان المال بيده، كان بإمكانه ينمي نفسه، كان بإمكانه يدخر، يفكر، يستفيد من الناس اللي عندهم خبرة في التجارة، يضع له قرشين هنا، ما يروح يستهلك فقط، استهلاك استهلاك، ثم يأتيه ظروف ويجتاحه المرض ولا كذا، ثم يدع أولاده عارف كفون الناس. فكمان نتكلم عن الدينيات، وأن الإنسان يكون فعلا له أثر، يكون أثر في الدنيا. صحيح، الدنيا الحمد لله يعني بإمكانه يجعلها قربة وعبادة، أن يدع ذريته وياني يدع لهم بيت يتكفون به ويسكنون فيه ويمين. كيف مثل ما يكون عنده أموال ورواتب عالية ثم لا يملك بيت ولا رصيد ولا، يعني أي لو يصير حادث سيارة لا قدر الله شيء راح يتسلف ولا راح يدخل في يعني سلسلة من الديون. جميل، فهي إنجازات الحكي متعددة. نعم، أرجع النقطة الأولى اللي ذكرتها يا شيخ، أن يكون لك وقف إنسان، يعني يمكن هذا يذكرني بكلام من قال سابقا أن بعض الناس لا يفرق بين الرعاية والتربية، وأن الرعاية ربما أكرمك الله ربما تضعها في حيوان، الحيوان أكرمك الله إذا رعيته وقدمت له المأكل والمطعم وأنت الآن رعيته، لكن التربية في الأبناء ليست رعاية فقط، ليست توفير مأكل ولا ملبس ولا مسكن ولا مشرب، وإنما توفير الرعاية المعنوية التي يجب أن، والله بالفعل يا شيخ سعد أنه أعظم مشروع أو استثمار هو أن يستثمر الإنسان في أبنائه وفي مثلا أبناء من أوجبهم الله عز وجل عليه كمدرس كمعلم وغيره. أنت شجعتني عبد الله، أذكر الشيخ محمد الراوي. نعم. العالم المصري رحمه الله. كان يخطب ويردد بعض العبارات القوية اللي قد ما يتحملها بعض الناس، لكن هكذا كان يقولها الشيخ بكل حرقة، يقول تربية بعض الناس، لاحظ بعض، يعني ليس الحمد لله كل الناس، تربية عجول وليس تربية عقول. عجيب، تسمين فقط، ما في تلقيح للعقل، ما في بناء للروح، فقط بناء الجانب الجسدي، يتوجع عندما يشوف العيال ما ناموا وما أكلوا شيء، لكن فقر علمي فقر إيماني ما يتوجع من هذا، لأنه يعني ما استشعر هذا الدور وما مارسه ما شعر دوره. يعني أليس هذا من حق الابن على أبيه واجبا؟ يعني نعم، أليس هذا من حق الابن على أبيه كحق واجب يأثم عليه ربما الأب في إذا قصر وفرط فيه؟ والبداءة باختيار الزوجة. نعم، إذا كانت الزوجة فرفر بها الدين فلا شك أنه بينعكس على أبنائها، إذا كان فقط من أجل أمور مادية كل هذه تذهب، لكن القيم تبقى أصيلة في حياة الإنسان رجل أو امرأة، والأبناء بنات هم انعكاس لهذين الرجلين أو الأبوين الأم والأم والأب. نعم، شكر الله لك شيخ سعد الغناء. مرحبا، وبإذن الله تعالى أن نلتقي بك واقعا وليس افتراضا هنا في التلفزيون.